بسم الله الرحمن الرحيم. بالأصالة عن نفسي وعن مجموعة الشرقية لجمعية الشرقية للغدد الصماء والسكر ومجموعة الدلتا دايابيتس اسوسيشن، هنلتقي في الويبينار النهاردة تكملة للويبينار السابق عشان نتكلم عن المانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس. الويبينار السابق احنا اتكلمنا عن المانجمنت اوف ذا كوموربيد كونديشن اللي اسوشيتد ويز تايب 2 دايابيتس، سواء من الكرونيك كيدني ديزيز او من ناحيه الكرونيك كيدني ديزيز والكيدني بروجريشن، وده زي ما قالها الاستاذ دكتور اشرف طلعت، وزي ما اتكلمت انا في الويبينار السابق عن الدايابيتس مانجمنت اند هارت فيلير، ودكتور قمر اتكلم على الجايد لاينز. النهارده البرزنتيشن النهارده عن الافكتيف مانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس، بنركز على بيشنت كيس تشالنجز وعلى الافكتيف مانجمنت اوف هايبرجلايسيميا. وات اباوت الهيموجلوبين اي 1 سي ريدكشن؟ زي ما قلنا في الويبينار السابق انه الموضوع في المانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس مش بس الميجور ادفيرس كاردياك ايفنت، مش بس الرينال اند بوينت، لا برضو يجب انه يبقى عيننا على الهيموجلوبين اي 1 سي. ليه؟ لانه المايكرو فاسكولار كومبليكيشن اوف دايابيتس ار دريفن باي كنترولينج هيموجلوبين اي 1 سي زي ما هنشوف في البرزنتيشن النهارده. السلايدز دي في منتهى الاهميه. السلايدز دي بتقول ايه؟ The progressive natures of type 2 diabetes. طبعا كلنا عارفين اليو كي بي دي اس one of the important landmark trials في المانجمنت اوف دايابيتس، ونقدر نقول انه الكونسبت بتاع اليونايتد كيندم بروسبكتيف دايابيتس كومبليكيشن ترايلز كان الجلوكوز لورنج. وات از ذا امباكت اوف جلوكوز لورنج ان ريدوسينج ذا كومبليكيشن اوف دايابيتس وذر ماكرو فاسكولار كومبليكيشن اور مايكرو فاسكولار كومبليكيشنز؟ يبقى it addresses the impact of tight glucose lowering. قالت ايه؟ قالت انه type 2 diabetes is a chronic progressive disease. ليه؟ اهو هنبص على السلايدز. ادي الجلوكوز في مرحله البري diabetes او مرحله الاوبيزيتي او الامبيرد فاستنج جلوكوز او الامبيرد جلوكوز تولرانس. المرحله دي قد تمتد الى سنوات عديده الى ان يحدث the onset of diabetes. زي ما احنا شايفين هيبدا ال progression of the glucose deterioration starting by the post meal glucose. ليه؟ لانه اول خلل بيحصل في البيتا سيل هو البوست برانديال كنترول اوف انسولين سيكريشنز. يبقى هيخش البوست ميل جلوكوز حسب بروجريسيف انكريز، بعد منه الفاستنج اللي هو بيمثله غالبا الانسولين ريزيستنت ستيت. يبقى مع مرور الوقت مع الستارت اوف دايابيتس اونست هيحصل بروجريسيف انكريز في البوست برانديال جلوكوز اكسكيرجن ناتج عن البروجريسيف ديتيريويشن للسكريتوري فانكشن اوف ذا بيتا سيل، بروجريسيف انكريز في الفاستنج بلاد جلوكوز ناتج عن الانسولين ريزيستنت ستيت اللي هم قالوا انها ستيشنري كورس. انما انا افتكر في رساله الماجستير بتاعتي لقينا انه برضه الانسولين ريزيستنس بتمر بمراحل من الواكسنج اند وينينج ناتج عن الهايبر جلايسيميا والجلوكو توكسيسيتي. طيب يبقى ده الموقف وده الحال على مستوى البلاد جلوكوز. طب على مستوى الباثوفيسيولوجي، ايه هو الباثوفيسيولوجي بتاع الدايابيتس اللي بيؤدي الى البروجريسيف انكريمنت سواء في البوست برانديال جلوكوز او في الفاستنج جلوكوز؟ بنقول انه ذا كورنر ستون او ذا هول مارك فيتشرز اوف دايابيتس از decrease the beta cell secretory functions of the pancreas. وبالتالي مش هيحدث diabetes الا اذا كان
في ماتش ديكريز في البيتا سيلماز، زي ما اليو كي دي اس قالت ان تقريبا في فقد 50% من البيتا سيلماز، وبالتالي البيتا سيل فيلير هو ذا ميجور باسو فيسيولوجي ذات ديترماين ذا اونست اوف دايابيتس. قبل ما يحصل البيتا سيل فيلير بيبقى عندي كذا مرحله. اول مرحله هي الانسولين ريزيستنت ستيت نتيجه السنترال اديبوزيتي ونتيجه انفايرمنت الانتر ريليشن شيب بتوين انفايرمنتال اند جينيتك بريديسبوزيشن، ده بيخلي العيان ده يحصل له نوع من الانسولين ريزيستنس. الانسولين ريزيستنس معناها لوس اوف ذا بيولوجيكال ريسبونس اوف ذا انسولين اون اتس تارجت تيشو اللي هم الليفر والفات والمصل ديسبايت نورمال اور ايفن هاي سيركيوليتنج انسولين ليفل. ده تعريف الانسولين ريزيستنس. طيب مش بس كده، من الحاجات اللي بتديترماين البيتا سيل فيلير هو البروجريسيف ديكلاين في الانكريتين افكت في الدايابيتس. ذاتس واي الانكريتين بيزد ثيرابي برضه من ضمن الكورنر ستون موداليتيز فور كنترولينج ذا هايبر جلايسيميا ان بيشنت ويز دايابيتس. مش بس كده، في مرحله من البيتا سيل ديسفانكشنز ممكن تحصل مع بدايه ذا اونست اوف دايابيتس. هذا البيتا سيل فانكشن بيتحول الى بيتا سيل فيلير، بمعنى انه البيتا سيل كان نوت سيكريت انف انسولين تو كومبنسيت فور ذا ميتابوليك نيد، وبالتالي هيحصل فيلير اوف جلوكوز كنترول اللي هيمثل في زياده في البوست برانديال ويعقبه فاستنج هايبرجلايسيميا. مش بس كده، نبص اسفل السلايدز وهلاقي انه زي ما جوسلين عرف الدايابيتس زمان، قال انه الدايابيتس از ا فاسكولار ديزيز كاركترايزد باي ماكرو فاسكولار كومبليكيشن اللي هم الكوروناري والبوبلوتيال والسريبرال اند مايكرو فاسكولار كومبليكيشنز ممثله في الريتنا والكيدني والبريفرال نيرفز. But the hallmark features of diabetes is hyperglycemia. إنما عجبني رأي لبعض أساتذة السكر بيقول إنه لما تعامل مع الفاسكولار كومبليكيشن اوف diabetes أنا بتعامل مع two separate disease. الديزيز الأولاني اسمه macro vascular complication in which the major player are blood pressure, blood lipids, السموكينج، الانفلاميشن، واخيرا الهايبرجلايسيميا. والديزيز الثاني في التايب 2 دايابيتس از ا مايكرو فاسكولار كومبليكيشن ان ويتش رقم واحد الهايبرجلايسيميا ويمكن الهايبرتنشن له دور في المايكرو فاسكولار كومبليكيشن. يبقى اذا عشان احسن المايكرو فاسكولار كومبليكيشن لازم هتتجه الى الهوليستيك ابروتش اللي احنا قلنا عليها في الويبينار السابق. اما لما اتعامل مع المايكروفاسكولار كومبليكيشن فهتعامل مع هيموجلوبين اي 1 سي تارجتس عشان اقدر اقلل النفروباسي واقلل الريتينوباسي والنيوروباسي. ادي الاومنس اوكتيد انه تايب 2 دايابيتس از كومبلكس مالتي فاكتوريال ديزيز. ادي الديكريز الانكريتين افكت، الديفكتيف في البيتا سيل فانكشنز، الديفكتيف في الالفا سيل بمعنى في ان ابروبريت هايبر جلوكاجونيميا. يعني ايه؟ يعني زياده في الجلوكاجون اللي هو المفروض بيطلع عشان يزود الليفل اوف جلوكوز في وجود الهايبوجلايسيميا، انما ان ذا كونتكست اوف هايبر جلايسيميا بلاقي فيه ان ابروبريت ريليز اوف جلوكاجون، وعشان كده جه الاسم بتاعه ان ابروبريت هايبر جلوكاجونيميا. يبقى دول ادي الثلاثه ديفكت الاولانيين، ثم الانكريز هيباتيك جلوكوز برودكشن ممثله في الانسولين ريزيستنت ستيت على مستوى الليفر اللي بتقلب الليفر من كونه مخزن لتخزين السكر في صوره جلايكوجين الى مصنع لانتاج السكر فروم دي نان كربوهيدرات سورس زي الفاتي اسيد اللي بتعلى جدا في وجود الدايابيتس والامينو اسيدز.
انا عندي الدور اوف ذا كيدني، واتكلمنا باستفاضه على الرول اوف ذا كيدني في الجلوكوز هوميوستاسيس، وازاي الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 بتعمل تحسن سواء في الجلوكوز او على مستوى النظره الشموليه في الكارديو رينال اند بوينتس. انما يتبقى الانسولين ريزيستنت ستيت. الانسولين ريزيستنت ستيت لما اجي ابص على دوفرونزو اومنس اوكتيد بتبقى عباره عن ديكريز جلوكوز ابتيك باي ذا ماسل، انكريز لايبوليسيس نتيجه غياب الاكشن اوف ذا انسولين على الفات سيل، لانه مفروض الانسولين لايبوجينيك هرمونز. لما يقل الاكشن اوف انسولين على الفات سيل يتحول الى انكريز لايبوليسيس، وتواجه السيركوليشن بكميات كبيره جدا انريستريند غير متحكم فيه من ثري فاتي اسيدز جوه السيركوليشن، بتعمل لي لايبوتوكسيسيتي، بتزود لي الاكسجين فري راديكلز والانفلاميشن اللي ممكن بتروح سام سورت اوف انسولينايتس وبتعمل لي بيتا سيل ديسفانكشنز. كمان غياب الانسولين اكشن على الليفر، يبقى الليفر والفات والمصل هم دول التلاتة تارجت تيشو اللي بيشتغل عليهم الانسولين، وبالتالي الخلل اللي بيحدث من الانسولين ريزيستنس هيؤدي الى ديكريز ماسل ابتيك للجلوكوز، يعلى الجلوكوز في السيركوليشن، هيزيد الفري فاتي اسيد هتاثر على البيتا سيل، وبالتالي الانسولين هيقل يزيد الجلوكوز في السيركوليشن، والليفر هيبقى مصدر او مصنع لانتاج الجلوكوز فروم نون كربوهيدرات سورس. بنقول انه ذا كرنت انتي هايبرجلايسيميك ميديكيشنز اللي هو البازل، اللي هو البازل فور ذا مانجمنت اوف هايبرجلايسيميا ان بيشنت ويز دايابيتس، هنتكلم وان اوف ذا موست امبورتنت بيس ان ذا بازل اللي هي السلفونايل يوريا. السلفونايل يوريا انكريز ذا انسولين سكريشن، يبقى طالما قلت انسولين سكريشن يبقى سميها سكريتاجوج، وعندي السكريتاجوج اي ايجنت بيشتغل على البيتا سيل تو ستيميوليت انكريزد انسولين سكريشن مينلي في البوست برانديال فيز يطلق عليه انسولين سكريتاجوج. هذا السكريتاجوج قد يكون في جلوكوز ديبندنت مانر، يبقى انا بتكلم على الانكريتين بيزد ثيرابي، او قد يكون في جلوكوز اندبندنت مانرز فبتكلم على السلفونايل يوريا. طيب بنقول ايه؟ انا قلت انه العامل الاساسي اللي بيحدد حدوث الدايابيتس هو البيتا سيل هايبو فانكشنز. البيتا سيل هايبو فانكشنز ناخد بالنا من السلايدز دي انها مهمه جدا. ايه هي الفاكتورز اللي بتؤدي الى التحول من النورمو جلوكو او النورمال جلوكوز تولرانس مرورا بالبري دايابيتس الى ان نصل الى التايب 2 دايابيتس؟ هو البيتا سيل فيلير. الترانزيشن الانتقال من هذا النورمال فيسيولوجي الى الباثولوجي بيحكمه البيتا سيل فيلير، لدرجه انه في مراحل البري دايابيتس اراوند بنقول انه 40% من البيتا سيل قد يفقد، وبالتالي ينتقل العيان من النورمال جلوكوز ميتابوليزم الى البري دايابيتس سواء الامبيرد فاستنج جلوكوز او الامبيرد جلوكوز توليرنس. انما عشان يوصل لتايب 2 دايابيتس تقريبا 50-60% من البيتا سيل يفقد. طب يفقد ليه؟ نتيجه الاكواير بيتا سيل اوفر ويرك. ليه؟ لانه في انسولين ريزيستنس. هذه الانسولين ريزيستنت ستيت بتخلي البيتا سيل في وضع واجهاد من العمل ومن الفرز للانسولين عشان تقدر تكمبنسيت نتيجه غياب الانسولين اكشن، اللي بعد كده هيؤدي الى بيتا سيل اوفر ورك، يبدا الجلوكوز يعلى شويه، اللايبوتوكسيسيتي من ناحيه الانسولين ريزيستنس، الاوكسيديتيف ستريس والانفلاميشن للبيتا سيل، كل ده بيؤدي الى اكوايرد بيتا سيل لوس مع الامبيرد انكريتين افكت،
هو ده اللي بيوصل العيان من البري دايابيتس الى الفرانك تايب 2 دايابيتس. يبقى اذا the most important factors for the progression of deterioration of glycemic control is beta cell failure. وادي اهو الافكت على البيتا سيل فانكشنز. اهو ادي الناس اللي عندهم نورمال جلوكوز توليرانس مرورا باللون اللبني ده اللي عندهم بري دايابيتس الى الناس اللي عندهم الاحمر الفرانك دايابيتس. البروجريشن ده كلها بيتحكم فيه هو الديكلاين في البيتا سيل فانكشنز. جزء مهم من الديكلاين في البيتا سيل فانكشنز ار كرونيك هايبرجليسيميا. يبقى اذا كل ما تعاملت مع البلاد جلوكوز بحكمه وبسرعه وايرلي حسنت من الاوكسيديتيف ستريس وبالتالي قللت كتير من البيتا سيل فانكشن، يبقى حسنت من البيتا سيل فيلير وحافظت على اداء البيتا سيل كويس لفترات طويله. طيب وبالتالي اهو عشان اقول ان عندي بيتا سيل ديسفانكشنز اقدر في عندي بعض السورجت ماركرز. هذه السورجت ماركرز لو انا خدت بالي منها يبقى انا بقول ان العيان ده عنده بيتا سيل ديسفانكشن. ابنورمال بلسيتايل ريسبونس يترجم بوست برانديال هايبرجليسيميا، يبقى معنى انه في قفزه من الجلوكوز بعد الاكل، يبقى في ديفكتيف في البيتا سيل ريليز اوف انسولين. ديكريز بيتا سيل ريسبونسيفنس للجلوكوز، زي ما انا بقول للعيان انه مع الكرونيك هايبر جليسيميا في جلوكوتوكسيستي، انه البيتا سيل ما بتشوفش الجلوكوز وبالتالي الريسبونس اوف ذا بيتا سيل تو جلوكوز يبقى بلانتد، يبقى بالتالي هينعكس على انه في ديفكتيف في الانسولين ريليز. الشق الثالث من البيتا سيل ديسفانكشن هو الانكريز في البرو انسولين تو انسولين ريشيو، وبالتالي الانسولين ما بيطلعش في الصوره الفسيولوجيه الصحيحه وبالتالي اداؤه بيكون منقوص. ديفكتيف في الانسولين برودكشن ناتج من الانسولين كونتنت في السكريتوري جرانيول او في الدينستي اوف ذا جرانيول. يبقى الاربعه دول ار ذا مانيفيستيشن اوف ذا بيتا سيل ديسفانكشن ان تايب 2 دايابيتس. انا قلت اهو انه الكونتريبيوشن اوف دايابيتيك باثوفيسيولوجيز اوفر تايم في التايم اوف دايجنوزيس، انا عندي انسولين ريزيستنس، عندي بيتا سيل ديسفانكشنز. كل ما تقدم العمر بالتايب 2 دايابيتس بيزداد تدهور البيتا سيل، بيزداد تقريبا يمكن تدهور الانسولين اكشن بيبقى الى حد ما كونستنت. ويمكن انا قلت لكم انا ليا راي انه الجلوكوتوكسيستي ممكن تاثر على الانسولين ريزيستنس وبالتالي بتقلل الافكت اوف ذا دراج. ويمكن بنشوفها احنا في العيادات اللي عنده كرونيك هايبر جلايسيميا لما تديله موداليتيز بره البيتا سيل عشان تحسن من الهايبر جلايسيميا، او اديله انسولين سنسيتايزر عشان احسن الانسولين اكشن، يمكن بيرجع السكر الى معدلاته الطبيعيه ويحسن الريسبونس توورد ذا اورال ثيرابي. الهبات الجلوكوز اوفر برودكشن برضه بيبدا مع الستارت اوف دايابيتس لانه اتس مينلي انسولين اكشن، وبيزداد كلما ازداد العمر بالتايب 2 دايابيتس. يبقى دول ميجور كونتريبيوترز لامبورتنت باثوفيسيولوجي بيتحكموا في حدوث الهايبر جلايسيميا ان بيشنت ويز تايب 2 دايابيتس. اهو ادي الكلام على اليونايتد كيندم بروسبكتيف دايابيتس كنترول ترايلز، اهو تقريبا 5% بير يير بيفقد مع الستارت اوف دايابيتس لو ما قدرتش اعمل جود كنترول للجلوكوز. طيب الميجور دراجز الكلاسز اوف دراجز ذات اكتنج على الجلوكوز ليفل تو ديكريز جلوكوز ليفل، اللي بيشتغل على البيتا سيل، انا قلت اي حاجه تشتغل على البيتا سيل تو انكريز انسولين سكريشن يطلق عليها سكريتاجوج.
هم مش كتير، يا اما سالفونايل يوريا سكريتاجوج، يا اما النان سالفونايل يوريا سكريتاجوج اللي احنا بنسميها الميجليتينايدز، تمام؟ او اللي بيشتغل في جلوكوز ديبندنت بانرز، مجموعه الانكريتين بيزد ثيرابي سواء الانجكتابل او الاورال فورم. انما اللي بيشتغل على الليفر الميتفورمين مينلي ويليس سايزوليدين دايونز، الدي بي بي 4 اكت اولسو اون ذا ليفر تو ديكريز هيباتيك جلوكوز برودكشن. اللي بيشتغل على المصل اند فات وبيحسن الانسولين اكشن، مجموعه السايزوليدين دايونز والبايجوانايد ممثله في الميتفورمين. اللي بيشتغل على الكدني هي مجموعه الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2. واللي بيشتغل على الجات اللي داي زي ما انا دايما بقول يكتب كثيرا في المحاضرات والجايد و الجايد لاينز ولا يكتب في البريسكريبشنز. ليه؟ لانه مش موجود، يعني بدا في شورتج على مستوى العالم كله. الاس يو، حديثنا النهارده عن السلفونايل يوريا، ايه الميكانيزم اوف اكشن اوف ذا اس يو؟ ازاي الاس يو بتستيميوليت بيتا سيل تو ريليز انسولين؟ في عندي اس يو ريسبتورز موجوده على السيل سيرفيس اوف ذا بيتا سيل، في السور وفي الكير كومبوننت اوف ذا ريسبتور. يحصل كلوجرز اوف ساتش ريسبتور لما يقفل، لما الليجند بتاع الاس يو يلزق على السلفونايل يوريا هيعمل ايه؟ هيعمل اكشن بوتنشال، هيقلل الفولت، هيزود الاكشن بوتنشالز، هيعمل نوع من الاكشن بوتنشال ديبولاريزيشن اوف ذا سيل ممبرين. هذا الديبولاريزيشن اوف ذا سيل ممبرين استيميوليت فولتج جيتد. يعني ايه فولتج جيتد؟ يعني بوابات كهربائيه. اول ما الكهرباء يحصل فيها خلل في السيل ممبرين تقوم فاتحه كالسيوم فولتج او جيتد كالسيوم شانلز. هيحصل انكريز انترا سيتوبلازميك انفلكس، دخول الكالسيوم انسايد ذا بنكرياتيك سيل. لما يزيد الكالسيوم ريليز هيحصل اهو translocation of the secretory granule from inside the cell الى السيل سيرفيس، ويحصل release of the insulin by effect of exocytosis. يبقى اهو binding to specific receptors موجوده على ATP sensitive potassium channel على البيتا سيل، blockage of potassium channels، يحصل depolarization، opening of calcium voltage gated calcium channels، release of the insulin. This is the simple mechanism of SU to release the insulin from beta cell. ناخد بالنا من هذا الدراج دراج انتراكشن لانه very important و very important nowadays we are in the era of COVID-19. طيب ايه هي الدراجز اللي لو انا استخدمتها مع الاس يو بتعمل ايه؟ increase the hypoglycemia، وبالتالي فرصة حدوث الهايبوغليسيميا مع الاس يو تبقى فرصة كبيرة جدا وواردة جدا. الانسولين، ناخد بالنا وانا بستخدم الانسولين مع اس يو، الكرونيك الكوهوليزم، ما كل مجموعات السلفونامايدز، البروبانسيد اللي انا بستخدمه اليوروكوزوريك ايش بستخدمه في الجاوت، و very important class for the management of respiratory infection nowadays is the quinolones. الكينولونز بتبوتنشيت ذا اكشن اوف ذا اس يو، وبالتالي فرصه حدوث الهايبوغليسيميا من الاس يو كبيره جدا مع هذا الكلاس. يبقى لما ناخد بالنا كلنا جميعا واحنا بنستخدم الكينولونز انه I must decrease the dose of the SU، او انفورم ماي بيشنت انه لو بدا يحس باعراض الهايبوغليسيميا تو ديكريز ذا دوز اوف اس يو عشان ما يخشش مني في بروفاوند هايبوغليسيميا. العكس، ايه هي الدراج اللي لو استخدمتها مع الاس يو تعمل لوس اوف ذا اكشن اوف ذا اس يو، وبالتالي العيان ما يحسش ان في جود كنترول للجلوكوز. رقم واحد الكورتيكوستيرويد، رقم اثنين الهرمونال كونتراسيبتيفز. ناخد بالنا من السيدات اللي بيستخدموا هرمونال كونتراسيبتيف والسكر بتاعهم معصلك بالذات مع الاس يو. اللوبوسازايد دايوريتكس، و
الريفام بيسين لانه انزيم انديوسر وبالتالي بيعمل رابيد كليرانس للاس يو يقلل الجلوكوز لورنج باور اوف ذا اس يو. يبقى ناخد بالنا من المجموعات دي من الدراج فور ذا دراج دراج انتر اكشن مع الاس يو. الميتفورمين طبعا الميتفورمين حبيبنا وحبيب الملايين وكل الجايد لاينز بتنص على الميتفورمين الا اليوروبيان سايت كارديولوجي يمكن شرط شويه وقال انه لو في اثروسكلوتيك فاسكولار ديزيز ات از بيتر تو ستارت باس يو وبعدين تو اوجمنت بعد كده بميتفورمين او تو اوجمنت باس يو او تو اوجمنت بدي بي بي 4 او بانسولين. المهم انا باخد الوات بياند جلوكوز لورنج بتاعه الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهبيتورز. انما الثابت من الميتفورمين انه بينهبت الاي ام كي. هذا الاي ام بي كي كورنر ستون انزيم ان ذا ليفر مسؤول عن عمليه الهبات الجلوكونيوجينيسيس اللي هي الفورميشن اوف شوجر فروم نون شوجر بارت ولو بوتنشال انسولين سنسيتايزنج افكت على المصل وبيقلل شويه من الجلوكوز ابسوربشن باي ذا جات. بالنسبه للاي دي اس دي جايد لاينز واستعراض الجايد لاينز على مدار الخمس سنين الاخر، هنبدا بالمانجمنت اوف هايبر جلاسيميا ان بيشنت ويز تايب 2 دايابيتس بيشنت سنتريك ابروتش. قال لك انستيد of one size fit all بدات اعمل personalization او individualization احط في دماغي العيان وانا اهو الاشكال المختلفه للعيانين وانا باخد القرار for the management of hyperglycemia. السن الريسورسز كوموربيد كونديشن ولا لا اللايف اكسبكتنسي دي نقطه الموتيفيشنز تمام السوشيو ايكونوميك ستاتس كل دي اعتبارات بحطها في دماغي وانا باخد اهو ادي الاعتبارات المختلفه اللي بحطها في دماغي وانا باخد قرار المانجمنت اوف هايبر جلايسيميا. رقم اثنين اي هاف تريت تو تارجت. ايه هو التارجت؟ في عندي تارجت للفاستنج بلاد جلوكوز، في عندي تارجت للبوست برانديال بلاد جلوكوز، في عندي تارجت للهيموجلوبين اي 1 سي. التارجت للفاستنج بلاد جلوكوز انه من 100 ل 130 والبوست برانديال من 140 الى 180 وبعض الجايد لاينز تقول لك 160 والهيموجلوبين اي 1 سي اراوند 7% يقل شويه يزيد شويه في بعض الاعتبارات كلنا عارفين هذه الاعتبارات. يبقى اذا لازم احط في دماغي اي هاف تريت دايابيتس تو تارجت نوت تريت تو فيلير. تمام طيب ادي اهو المور سترينجنت اللي احنا زي ما انا بقول بقرط عليه شويه في الكنترول صغار السن. كبار السن يمكن ابحبح ايدي شويه في الهيموجلوبين اي 1 سي وبالتالي اي هاف تو بوت لازم احط وانا بمانج الهايبر جلاسيميا في الدايابيتس تريت تو تارجت كونسبت. كل هيموجلوبين اي 1 سي رقم 2 برضه في التار يعني في الاهداف انا قلت الجولز في هذه الايام تو تريت هيموجلوبين اي 1 سي واليوكي بي دي اس عارفين انه لما بعمل ريدكشن للهيموجلوبين اي 1 سي اكبر بنفيت باخدها ايميديتلي بصوره سريعه ومباشره المايكرو فاسكولار اند بوينتس سواء الامبوتيشن سواء الريتينوباسي النيوروباسي والنفروباسي والثلاثه دول كانوا هايلي significant difference في الـ importance of glycemic control. مش بس كده البنفيت دي على مستوى الماكرو ما كانتش at time of the study كانت significant لما عملنا extension للـ UKBDS بان الافكت بتاع الانتنسيف والارلي glycemic control لانه ببساطه انه الستادي بوبوليشن اللي في اليوكي بي دي اس كانوا كلهم دراج نايف بوبوليشنز. برضو اهو الميتفورمين ذا فيرست لاين ثيرابي ان اول جايد لاينز. ادي بدايه بعد الكارديو فاسكولار اوت كام ترايلز واللي احنا خدناه انه لما يكون في عندي
vascular disease او heart failure او chronic kidney disease, it is better to start يا اما بين المجموعات اللي لها proven cardiovascular زي الجي ال بي وزي الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2, لما الكوست يكون عندي في مشكله يبقى السيازوليدين دايونز والاس يو. مش بس كده, الاي دي اس دي 2018 نص على انه الميتفورمين از ذا انيشال فارماكو ثيرابي بلس الكومبريهنسيف لايف ستايل, وبعدين قال انه في كومبينيشن ثيرابي انك اختار ميتفورمين مع حسب الدراج اللي انا عايزه لو كان العيان الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 1.5 اباف ذا تارجت اللي انا حاطه. يعني لو انا حاطط تارجت 7 ونص, لو انا بتكلم في عيان 8 ونص 9, ات از بيتر تو انيشيت بكومبينيشن ثيرابي. وعرفنا ايه دور واهميه الكومبينيشن ثيرابي في السستيند جلايسيميك ريسبونس. الاي دي اس دي 2018 واستمر هذا الكلام في التحديث بتاع 19 وفي نفس السنه اللي احنا فيها الاي دي اي 2020, انه الاس يو ار ان اكسبنسيف كوستلي, يعني ليس كوستلي, وبالتالي اقدر, ويمكن الدبليو اتش او حط الاس يو من الاسينشال ميديسين اللي على الحكومات توفيرها, لانه ده يعني دواء. لو انا قلت ايه المتطلب الرئيسي للدايابيتس في الاسينشال ميديكيشنز اللي يجب انه تكون موجوده لكل الناس, الدبليو اتش او حط الاس يو وايدلي افيلابل وهاف اكسبيرينس في الجلوكوز لورنج, سواء في اليو كي بي دي اس اللي هنستعرضها بالتفصيل على الجلابين كلامايد ميتفورمين والادفانس, دول تو لاند مارك ترايلز ثبتوا لهم افكت. ويمكن اقول لكم الجديد بقى في الكارولينا, قلت لكم قبل كده في بينار انه حتى الاس يو والكارديو فاسكولار ايشو بتاعها طلع ان الاس يو زيها زي الدي بي بي 4 اد ريجارد الماكرو فاسكولار كومبليكيشن, لها نيوترال افكتس. الاس يو والسيزولودين دايون شود بي كونسيدرد لما الكوست يكون في ميجور ايشو. يعني عشان كده الدبليو اتش او انها بتخاطب الفقير والغني والمتوسط الدخل, فراحت حاطه انه من الاسينشال ميديكيشن الاس يو. فلما يكون في عندي كونسيرن از ريجارد الكوست, الاس يو موجود. قال انه هاي افيكاسي ان ريدكشن اوف هيموجلوبين اي 1 سي ويز لو كوست للتغلب على البادي ويت تشينجز والهايبوغلايسيميا التايتريشن اوف دوزيس. دي نقطه مهمه جدا, ستارت لو اند جوز اب سلو, ده قانون الاس يو عموما. عشان تاخد منها البينيفيت فور هيموجلوبين اي 1 سي ريدكشن بدون ما تتعرض للهايبوغلايسيميا وبالتالي الديفنسيف ايتنج والويت جين, ستارت لو اند جوز اب سلو عشان تاخد الجود جلايسيميك كنترول من غير ما يحصل هايبوجلايسيميا. رقم اثنين, التريلرنج اوف ذا دوز اكوردنج للدايتري هابت اند الديلي فيزيكال اكتيفيتيز. اهو زي ما انا قلت دبليو اتش او من الاسينشال ميديكيشنز للمانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس. نفس الكلام في الاستراليان دايابيتس سوسايتي, قالت when the diet and exercise no longer enough to achieve the goal for hemoglobin A1C target, خش على الميتفورمين ومن بعده اهو يا اما الاس يو يا اما الانكريتين بيزد ثيرابي يا اما الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 يا الانسولين, على حسب العيان بتاعك وحسب الريكوايرمنت اللي انت عايزها for the hemoglobin A1C reductions. اس يو برضو initial agent added للميتفورمين unless there is contraindication. نفس الكلام اللي قاله الدبليو اتش او, ان اكسبنسيف افكتيف ان ريديوسينج ان اتشيفينج جلوكوز كنترول ومن ثم المايكروفاسكولار كومبليكيشن سواء في الادفانس او في اليو كي بي دي اس. طيب نقطة مهمة جدا انه لازم اشوف الجلوكوز بروفايل بتاع العيان.
ايه هي الامبورتنت دراجز تو لوور فاستنج اند ان بتوين ميلز. هتيجي الاسيو الدراجز اللور مينلي البوست برانديال، يمكن الدي بي بي 4 اكتس مينلي على بوست برانديال، بينما الاس يو بتشتغل على البري ميل، ويعني بتشتغل على البوست ميل وعلى الفاستنج بلاد جلوكوز، وبالتالي يبقى لها ديوال اكشن على التو اليمنت اوف هيموجلوبين اي 1 سي، زيها زي الميتفورمين، زيها زي البيزل انسولين. طيب الانترفينشن افيكاسي دي نقطه مهمه جدا. انا بقول انه جالي عيان عنده الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 9.5 وما عندوش كاتابوليك مانيفيستيشن، وانا حاطط له جول من الهيموجلوبين اي 1 سي انه يبقى 7.5، ابص اهو زي ما شايف في الجدول اللايف ستايل بيعمل لي من 1 لـ 2، الميتفورمين من 1 لـ 2، الاس يو من 1 لـ 2، اكن العيان ده لو عمل لايف ستايل وخد كومبينيشن ثيرابي نزلت بالتسعة دي الى السبعة والستة ونص وخدت هيموجلوبين اي 1 سي ريدكشن قوي جدا. ليه؟ لانه هما ميجور ايجنت الاثنين الثلاثه اللي فوق دول في الفارماكو ثيرابي في الاورال ميديكيشن تو ريديوس هيموجلوبين اي 1 سي، وفي الانجكتابل هيجي الانسولين لانه لا صوت يعلو فوق صوت الانسولين فور ذا ريدكشن اوف هيموجلوبين اي 1 سي. ادي كيس برزنتيشن ونشوف ازاي اقدر اوظف الاس يو بالذات الجلابين كلامايد مع الميتفورمين الجلوكوفانس في المانجمنت اوف ايرلي تايب 2 دايابيتس افتر انيشال مونو ثيرابي فيلز. 45 سنه مارد محاسب عنده دايابيتس بقاله 3 سنين بياخد 2 جرام ميتفورمين والهيموجلوبين اي 1 سي كان ماشي كويس قوي في الثلاث سنين اللي فاتوا دول، بدا يتدهور الهيموجلوبين اي 1 سي من 6.8 الى 9.5 في الباست 6 مانثس. متوسط قراءات الفاستنج بلاد جلوكوز من 160 الى 190 اخر 6 شهور. ما عندوش اي مشاكل اخرى. الاس ام بي جي دايما البوست برانديال كنترول بتاعه اوت اوف كنترول سواء على مستوى الدينر او على مستوى اللانش. اوبيز البلاد بريشرز نقدر نقول نير جول، في عنده شويه مايكرو فاسكولار كومبليكيشن احطها في دماغي، الكارديو فاسكولار اكزامينيشن واز اند ريماركابل، ما عندوش اي مشكله. والعيان ده بتعرض عليه الاوبشن زي ما هنشوف دلوقتي، بدا يقول لي انه في بعض الكونسيرنز المعينه، هنشوف دلوقتي تطبيق الجايد لاينز. البريفرال بالسيشن انتك، ما عندوش بريفرال فاسكولار ديزيز، ما عندوش وجود النيوروباسي فالفايبراتوري والتندون ريفلكسز ار نورمال. تقريبا الليبيد تشينجز بتاعته او الليبيد بروفايل نقدر نقول ال LDL شويه اوت اوف تارجتس، و مفيش البومينوريا، واليورينري البومين اكسكريشن ليفل وذين ذا نورمال، والفاستنج بلاد جلوكوز 162، والريفيو اوف هيموجلوبين اي 1 سي كان في رينج السبعه وشويه، الى ان جاي ياخد سيك ميديكال ادفايس لقيت ان الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 9.5. ادي الجايد لاينز الاي دي اس دي to prevent the complication our goal to optimize the quality of life. طبعا الكومبليكيشن مقترنه بالهيموجلوبين اي 1 سي، الهيموجلوبين اي 1 سي بي اوبتمايز كواليتي اوف لايف از ريجارد البوليوريا والبوليديبسيا وال الانكريس سيرست سنسيشنز. الاي دي اي 2020 وات اباوت اي 1 سي تيستنج، لازم اعمله ريجولرلي، لو بقى في الجول اقدر اعمله مرتين في السنه، ودي ليفل اوف ايفيدنس اي اي اي. ثم ادي الاستيميتد افريج جلوكوز اقدر اطلعه من الهيموجلوبين اي 1 سي، يبقى العيان بتاعي بيلعب في التسعه اهو، ادي متوسط سكره من 170 الى 250، يبقى الكلام بتاع هذا المحاسب مظبوط. العيان ده بيلعب في استيميتد افريج جلوكوز من 170 الى 250. نقطه تانية بقى حديثه
احب اعمل لها هايلايتس اللي هو التايم ان رينج. التايم ان رينج هو الفرق ما بين البري ميل ريدنجز والبوست ميل ريدنجز. المفروض انه لا يقل عن الخمسين ولا يزيد، يعني من 50 لـ70 هو دي القراءة. بمعنى انا لو قست قبل الميل 100 يبقى من 150 لـ170 بعد الاكل، هذا هو التايم ان رينج. ويمكن التايم ان رينج اللي بيحكمه اكتر هو البوست برانديال جلوكوز كنترول، وبالتالي السكريتاجوج هتشتغل على التايم ان رينج احسن. وفي الوت اوف ريسيرش على اهميه التايم ان رينج في المايكرو فاسكولار كومبليكيشن. كل ما زاد الفرق ما بين البري ميل والبوست ميل اهو الالوان بتغمق، وبالتالي بقى عنده فيري هاي ريسك تو فاسكولار كومبليكيشنز. طيب ان ذيس بيشنت اول اوف ذا فولوينج ار ترو، يعني هعمل ايه؟ هعمل له ويت ريدكشن، طبعا ده مهم. اللي عنده هاي ريسك فور كارديو فاسكولار ايفنت، ايوه. طيب واستخدمت الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر وما حققش الجول لانه بعيد عن الجول، يبقى لازم اعمل اوجمنتيشنز. لازم اشتغل على ال LDL والترايجلسرايد لو ما فيش فيها جولز، لازم احسن البلاد بريشرز. وبالتالي الجلوكوز كنترول مهم، الليبيد كنترول مهم، والستاتين مهم. تمام. طيب ادي برضو ال A1C والاستيميتد افريج جلوكوز. يبقى الكرنت جولز فور ذا مانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس ان انا اعمل جلوكوز كنترول فاستنج وبوست برانديال مظبوط، اعمل A1C اسكرين فور كومبليكيشن واتعامل معاها زي ما قلنا في الويبنار السابق ريجاردلس اوف A1C، كومبنسيت فور ذا ديمانجد بيتا سيل فانكشن. وبالتالي لازم احسن البيتا سيل سكريشن واشتغل على الميديكال نيوتريشن ثيرابي، احسن البلاد بريشر كنترول، اليمينيت السيمتوم. كل دي هي الكرنت جولز فور ذا مانجمنت اوف دايابيتس. فيما يتعلق بالجلوكوز انا عندي ترايات عشان احقق بوست برانديال A1C مظبوط، لازم اشتغل على البوست برانديال جلوكوز واشتغل على الفاستنج فاليوز. طيب عرضت على العيان ده انه ياخد GLP، قال لي انه غالي علي. البايوجليتازون واوبيز عندي مشكله. DBP4 جود اوبشن، واخد بالك، بس الاي لوحدها مش هتقدر تجيب لي الجولز بتاع 9.5 الى 45 سنه وما عندوش فاسكولار ديزيز. يبقى انا عايز اشتغل على رينج الهيموجلوبين A1C 7، يعني عايز باورفول ايجنت تو ريديوس هيموجلوبين A1C. طيب يبقى النقطة اللي مش صح في هذا الاختيار ان انا استخدم لو دوز من الريجلر، مفيش الكلام ده. كل دول اختيارات صحيحة، انما لازم اعمل لها تيلور على الاي 1 سي اللي عندي، لازم اعمل لها تيلور على الكوست، لازم اعمل لها تيلور على حسب كل المعطيات اللي احنا قلنا عليها بعد كده. طيب ادي الترديشنال مانجمنت. انا قلت ان القصه بدات جلوكوسنتريك، يعني اذا مفيش غنى على انه استخدم ايجنت تو ريديوس الهيموجلوبين A1C. ثم بدات ادخل 2018 الجلوكوسنتريك، وادي الجايد لاينز اهو 2016 تاير 1 وتاير 2 كانت الاس يو والسايزوليدين دايونز، ما كانش في غيرهم هم والميتفورمين. ثم بعد كده دخل التشويسز الخمسه تشويسز افتر ميتفورمين. ثم 2015 بدات ادخل الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر الى ان كاتيجورايز ذا تشويسز اوف ذا جلوكوز لورنج ثيرابي اكوردنج للانيشال او البيز لاين هيموجلوبين A1C. لو كان اكثر من 1.5 من التارجت استخدم الكومبينيشن ثيرابي. وبعدين البيشنت سنترد ابروتش، الكاركترستكس بتاعت العيان لو عنده اي كوموربيد كونديشن. فالعيان بتاعنا ما عندوش اي كوموربيد كونديشن، اوف لو سوشيو ايكونوميك ستيتس، محاسب وعايز موداليتي قويه، واقدر اعمل لها تيلورنج على الدايتري اند اللايف ستايل هابتس بتاعت العيان. ادي اهو انا قلت لو في فاسكولار افكت ادي التشويسز،
لو ما فيش فاسكولار افكت ودول تقريبا 75% من عموم التايب 2 دايابيتس مانجمنت، يبقى الاس يو اهو في القصه دي قد يكون تشويس على قد الحال وعلى قد الكوست بتاع البيشنت. وبالتالي زي ما احنا شايفين اهو انه when there is no atherosclerotic vascular disease الاس يو could be choice، وممكن احط ميتفورمين مع اس يو طبعا، وده وارد في العيان ده ممكن بياخد 2 جرام، يبقى بالتالي التشويسز هنا مهمه والباورفول اي 1 سي في هذا العيان مهم. وادي البينيفيتس بتاعت الميتفورمين في اليو كي بي دي اس، لو كارديو فاسكولار بينيفيتس وويت نيوترال، والميتفورمين هو الفيرست لاين ثيرابي في كل الجايد لاينز على عموم المانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس، واثبت افكاسي على مستوى الميوكارديوم، واثبت افكاسي على مستوى الكورونري ديزيز. نيجي للاس يو، اف دي اي ابروفد سكند لاين، من ضمنهم الجلايبرايد، اسمه في امريكا جلايبرايد، اسمه في مصر جلايبنكلامايدز. 60 سنه من الخبره، جود افكاسي افيلابلز. الليميتيشن دي اقدر اتعامل مع هذه الليميتيشن لو عملت تيلورنج للدوز according للميل سايز والفيزيكال اكتيفيتي. طلع كلام ان في increased cardiovascular mortality with SU، ثبت انه كل الاس يو سواء في التوسكا ات او سواء في الكارولاينا او في الادفانس انه ما لهمش اي increase في الكارديوفاسكولار mortality. وادي الافيكاسي، لما جيت استخدمت الجلوكوفانس 5000 توايس ديلي اهو، ادي الماكسيمم اهو، قدرت اقلل الفاستنج بلاد جلوكوز تو ذا تارجت، ثم قدرت اوصل للتارجت هيموجلوبين اي 1 سي، لان العيان ده كان فرنج من الاي 1 سي يسمح باستخدام ال 5000 توايس ديلي اهو، تقريبا قدرت اوصل ل 2%، فانا العيان بتاعي بتكلم في 9.5، يبقى قدرت اوصله الى ال 7.5 من الهيموجلوبين اي 1 سي باستخدام الجلوكوفانس 5000. مش بس كده، اي فيلير لاي اس يو غير الكومبينيشن ده لو استخدمت الجلوكوفانس، لانه معمول بتكنولوجي معين في التصنيع، بقدر اوصل للتارجت. يعني ايفن افتر اس يو فيلير، اي فيلير للاس يو سابق بره الجلوكوفانس باستخدام هذا الكومبينيشن، قدرت اوصل الى التارجتس اهو. لما استخدمنا الجلوكوفانس 5000 بدات وانس ديلي، وشفت العيان، لقيت العيان قراءاته ماشيه مظبوطه، قلت له والله لو عايز مع المين ميل بقى في خلل ممكن ازود النظر دوز، لو الامور ماشيه هتمشي على هذا المنوال. بعد مجالب 6 شهور لقيته ان العيان ده واصل للتارجتس، عنده مايلد هايبوز بس لما يكون في اراتيك ميل سايز، او لو عمل اكسرسايز قوي من غير ما ياخد انف كربوهيدرات، وارد جدا ان يحصل شويه هايبوجلايسيميا. طب العيان ده الكومبريهنسيف مانجمنت في الايه، في البلاد بريشر ايس او اربس طبعا لازم ياخد. العيان ده لو حصل له يورينري، لو حصل كرونيك كيدني ديزيز، يبقى بالتالي هيخرج من النطاق الميتفورمين في بعض الريجوليشنز معينه، انه لو الاي جي اف ار تحت ال 45 يبقى اتس بيتر تو ستوب ميتفورمين، لغايه ال 60 استخدم 50% من الدوز، فوق ال 60 ماكسيمم دوز. لازم ياخد استاتين، ايوه لازم ياخد استاتين، وعلى حسب الريسك، يا اما مودريت انتنس استاتين يا اما هاي انتنس استاتين. هنا ما فيش ريسك، يبقى يكفيني مودريت انتنس استاتين في هذا العيان. الايس والاي ار بيز ار فاندمنتالز فور ذا مانجمنت اوف دايابيتيك هايبرتنسيف بيبل، نظرا للافكت اوف راس بلوكيد على الاكيوت كورونري سندروم وعلى الستروك وعلى الكرونيك كيدني ديزيز. مهم جدا ان اسيب العيان ده
واقول له خلاص ما تعملش فولو اب، لا لازم يعمل فولو اب كل 3 شهور، ولو الدنيا ماشيه يبقى يعمل كل 6 شهور، لازم يعمل دايتري ريستريكشن، خلاص اللي انت وصلت له من التارجت بتمشي عليه، كونتينيو على الجلوكوفانس يا اما وانس يا اما توايس على حسب السيلف مونيتورنج للبلاد جلوكوز وعلى حسب الهيموجلوبين اي 1 سي. اهو ادي الايفيدنس من اليو كي بي دي اس على الانتنسيف كروم التنسيف جروب لما استخدمت الجلوكوفانس 5000، وادي الايفكت اللي خدته لما نزلت بالهيموجلوبين اي 1 سي من 7.9 الى 7، ده اهو 1% ريدكشن في الهيموجلوبين اي 1 سي. كان عندي مارفلس اوت كم في الالبومينوريا، في الامبيوتيشن، في النفروباسي، في الريتينوباسي، وامتد للماكرو فاسكولار كومبليكيشن في الليجاسي افكت بعد الاكستنشن اوف ذا يو كي بي دي اس، لان انا بدات بدراج نايف لسه الهايبر جلايسيميا ما عملتش انيشيشن للاثروسكلروزيس، وانه البروسيس بتاعت الاثروسكلروزيس ستارت وبعدين بتمشي يعني خلاص هي كونتينيوم. فعشان كده الدراج نايف بالذات هو اليو كي بي دي اس. يمكن في الادفانس اقول ما حققش نفس الكلام بتاع اليو كي بي دي اس في الليجاسي افكت، لانه ده كان عن هاي ريسك او عنده فاسكولار افكت خلاص، يبقى بالتالي الجلوكوز كنترول او الليجاسي افكت سواء في الادفانس او في البادت ما كانش له اي بينيفيشال افكت، بل على العكس كان فيه نيجاتيف ليجاسي افكت. To summarize, type 2 diabetes is associated with progressive decline in beta cell function. وبالتالي انك تدور على موداليتي تحسن السكريشن اوف ذا انسولين ده مهم. الميتفورمين ذا انيشال دراج في كل الجمعيات والسوسايتيز. الكومبينيشن ثيرابي ورده لما يكون الاي 1 سي بتاعي فار اواي من التارجت. الانديفيدواليزيشن اوف كير should based on efficacy, safety, medication cost. يبقى برضو من ضمن الاعتبارات اللي احطها الميديكيشن كوست، وفي هايبوغلايسيميا في كارديوفاسكولار ديزيز ولا لا، عشان اعمل مش بس القصه في المانجمنت اوف دايابيتس تو ريدوس فاسكولار ريسك، كمان الهيموجلوبين اي 1 سي يس الهايبرجلايسيميا مهمه، وبالتالي الاي 1 سي مهم في الفاسكولار ريسك زي ما الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر مهمه، زي ما الجي ال بي ريسبتور اجونست مهمه. وفي الاخر احب دايما عشان نقفل السيشنز بتاعت المانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس، انه فور بريفنشن اوف مايكروفاسكولار كومبليكيشن، ذيس بريفنشن اوف مايكروفاسكولار كومبليكيشن ار مينلي دريفن باي هيموجلوبين اي 1 سي ريدكشن regardless the type of medications. يعني ال SU اللي هتعمل لي هيموجلوبين A1C reduction في اليو كي بي دي اس هتحسن المايكروفاسكولار كومبليكيشن، بينما ال prevention of the cardiovascular disease driven by the treatment regimens. ودي الستيتمنت اللي احنا قلنا عليها في الويبينار اللي قبل كده، regardless للهيموجلوبين A1C reduction. وهنا في التوب ليست في هذه التريتمنت ميديفيكيشن هيجي صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهبيتور والجلوكاجون لايك ريسبتور اجونست. اند ثانك يو فيري ماتش، وارجو ما اكونش اطلت عليكم واستفدنا من هذا الويبينار. وفي الاخر بنشكر شركه ميرك على رعايتها للشيدا والدلتا دايابيتس اسوشيشن، وبنشكر شركه بيورو سبوت الاوفيشال اورجانيزر للشرقيه اندوكراين اند دايابيتس اسوشيشن والدلتا دايابيتس اسوشيشن. ونتمنى ان نلقاكم في سي ام اي اخرى وبنار اخرى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.